من محطة لمحطة، حضرتك شايف الأمور مشيت معاك إزاي من أول عمل؟ طبعا الصدى كان كبير وكان ناجح، فاتخذت قرار المحطة الأخرى. الحقيقة أنا محظوظ. بمعنى إيه؟ إن أنا في الإذاعة مثلا كتبت أول عمل فبقيت كاتب كبير، لأنه عن استحقاق طبعا بدأت يعني. بداية صعبة، يعني الناس تبدأ مثلا عمل بسيط، فأنا لكن أنا أول عمل كتبته في الإذاعة كان مقدمة ابن خلدون، تاني عمل كان الخطط المقريزية، فمن أول عمل بقيت كاتب كبير. ده مقدمة ابن خلدون ده في حد ذاته يعني عشان تقدر توصل لعمل منه حاجة صعبة جدا. طبعا أول عمل قدمته في التلفزيون كان زيني بركات، فالزيني بركات يعني حدوتة متشابكة وكبيرة. جدا، ولما تقدم يعني واحد أنا في بداية الطريق، فأنا كنت يعني لكن في كان وقت عندك كم من سنة العمل يا أستاذ محمد؟ يعني كنت في الأربعينات لما كتبت، إن أنا كتبت التلفزيون الحقيقة متأخر، أنا أيوة بدأت الإذاعة بدري، لكن بدأت التلفزيون سنة 92، فكنت قطعت شوط طويل ورحت بقى التلفزيون خلاص متدرب جاهز، وبالتالي صقلتك الإذاعة. من أول عمل قدمته في التلفزيون ما كانش حد مصدق إن ده ممكن يكون أول تجربة حد يكتب، لأنه العمل الحقيقة يعني ما مش عارف ما اتكلم على الظروف، العمل أذيع في رمضان في وسط العمالقة، كان أسامة أنور عكاشة بيقدم مثلا المسلسل الرائع بتاعه ليالي الحلمية، محفوظ عبد الرحمن كان بيقدم بوابة الحلواني، يعني كل العمالقة سلام على موجودين الزمن الجميل طبعا، يعني. شوف حضرتك أسماء وأعمال قيمة إزاي. محمد جلال عبد القوي وسامي غنيم كل فأنا دخلت بينهم ككاتب جديد، فإن الواحد عشان يجد مكان بين هؤلاء، جديد في الدراما التلفزيونية. أيوه، فعشان ألاقي مكان وسط كل هؤلاء العمالقة ده أنا أبقى يعني محظوظ، لكن الحظ يعني ما بقتش المسألة بقت حظ، بقيت يعني أنا خدت شهرة كبيرة جدا بسبب الزيني بركات، إنما لما قدموه بقى في المهرجان الإذاعة والتلفزيون، وكانت ساعتها كانت جايزة واحدة للدراما كلها، الدراما المصرية والعربية، وكان يعني أنا أول مرة أكتب وكل العمالقة موجودين بقى، مش من مصر بس، من مصر والدول العربية، فهذا المسلسل يفوز بجائزة السيناريو، لدرجة إنه حصل موقف طريف، يعني أنا ما اختارونيش بإن أنا خدت الجايزة إلا يوم توزيع الجوائز، فبكلم أول ما عرفت فبكلم يحيى العالمي اللي هو المخرج بتاع العمل، قال لي كده يعني بلا مبالاة، ما أنا عارف، قلت له عارف، طب ما قلتليش ليه؟ قال لي أنا زعلان، قلت له زعلان ليه؟ قال لي عشان ادوها لك أنت لوحدك وأنا ادوني جائزة الإخراج مناصفة. فهو يعني شايف إنها أنا بتاع أول عمل أخد الجائزة لوحدي وهو ادوها له مناصفة، فكان زعلان عشان الحكاية دي. ده الخطوة. أنا برضو من بعض الحاجات كده عرفت أنه كانت المشاعر حتى من الأسماء الكبيرة اللي حضرتك اتكلمت عنها كانت مشاعر إيجابية تجاه فوز حضرتك بهذه الجائزة في الوقت ده. الحقيقة أنا يعني ما كانش فيه الضغينة والحاجات دي. لا مين أصلي أما أقول أسامة أنور عكاشة، أسامة أنور عكاشة هيشعر بضغينة، أما أقول محفوظ عبد الرحمن، لا ثقة وقامات. دول قامات كبيرة، وأنا بقيت يعني كنت حريص قوي ان انا اقف جنبهم في نفس الصف، لانه حصلت بعض المحاولات للوقيعه، انه مين ده اللي جاي ياخد الجايزه ويسيبوا العمالقه دول ما يدهمش جوائز، فيعني كانت في محاولات بهذا الشكل، بس انا كنت يعني مدرك انه مش شطاره ان انا يعني احس ان افرح ان انا خدت جايزه وان انا خدتها ودول ما خدوا، لا دول اساتذه وكبار، والجائزه ما هيش مش نهايه المطاف، لا حكمه من حضرتك وترفع منهم. الحقيقه انا كنت حريص جدا على ان ابقى صديقا لهؤلاء الاعزاء، وانا يعني بعتبر نفسي سعيد الحظ ان انا كنت واحد منهم.